وأتمنى أن يكون أن تكون منا طائفة يحبون العلم بالعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله موعدنا مع المحاضرة 19 في سلسلة محاضرات تاريخ الأدب الإنجليزي، والنهارده هتكون آخر حلقة في الحركة الرومانتيكية، وسنتحدث فيها عن جين أوستن، الكاتبة الروائية الإنجليزية جين أوستن، التي ولدت في 1775 وتوفيت في 1817. وجين أوستن حقيقة يعني تعد يعني ممكن نقول أهم روائية إنجليزية، لن نكون مبالغين إن قلنا إنها أهم روائية إنجليزية، وتركت أثرا كبيرا على الروائيات من بعدها. يعني أنا كنت حتى في الحلقة التي تحدثت فيها عن جورج إليوت، كان في محاضرة قدمتها عن جورج إليوت، وقلت فيها إن كان في مدرستين، جين أوستن ومدرسة جورج ساند، وكانت جين أوستن مؤثرة على أديبات كثيرات من بعدها، تقريبا أثرت على كل الروائيات الذين جاءوا من بعدها، وحتى جورج إليوت أيضا تأثرت بها تأثرا كبيرا. قبل ما نبدأ في محاضرة النهاردة، يعني ردود سريعة وقراءة سريعة لتعليقاتكم، لو في أسئلة. أستاذ أيوب، شكرا يا أستاذ أيوب على تعليقك. قناة المترجم، شكرا لقناة المترجم على التعليق. زهراء، الحرب سرقت طفولتي. ربنا يعني ينهي أي حروب وأي دمار ويعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي. مستر بوب يقول يقترح مناقشة كريسمس كارول ديل تشارلز ديكنز وأدم بيد. طبعا بصراحة روايات تشارلز ديكنز كلها تحتاج يعني تستحق وتحتاج للمناقشة، وإن شاء الله لما ندخل في العصر الفيكتوري سأناقش على الأقل عمل من أعماله. أدم بيد أيضا من أهم أعمال جورج إليوت، وكذلك ميدل مارش، يعني دي رواية أدم بيد، دي رواية أدم بيد، ودي ميدل مارش. إن شاء الله أخصص وقت لمناقشة هذين العملين. وفي أيضا، معلش أنا وقعت الكتب، كنت بقول إن دي رواية أدم بيد ودي رواية ميدل مارش، إن شاء الله نناقشهم قريبا. لما ندخل بقى في نهاية العصر الفيكتوري وكده، يعني إن شاء الله نحاول نخلص الأدب، تاريخ الأدب البريطاني، يعني في خلال شهر، مع نهاية شهر رمضان. لو ما قدرناش نخلصه كله، على الأقل نكون خلصنا جزء كبير منه. فحاول أحط تركيز أكبر على تاريخ الأدب الإنجليزي خلال شهر رمضان. الدكتور عبد الغني حبب يطلب مناقشة أورينتاليزم باي إدوارد سعيد. إن شاء الله ناوي أناقش الكتاب وفكر إدوارد سعيد الخاص المتعلق بالأورينتاليزم إن شاء الله قريبا. شكرا يا أستاذ عبدو، اللهم أمين وإياكم. سندويتش مخ بيقول كتاب فن بكتاب ما هو الأدب، ما هو الفن؟ ما عندي الكتاب وكنت عرضته لحضراتكم قبل كده، ما هو الفن؟ ده طبعا ده كتاب يعني أنا عايز أقدمه أكتر منكم كمان، لأن يعني أنا أحترم
فكر تولستوي، وأحترم رواياته جدا، أحب طبعا من أعظم الكتاب في نظري يعني. أستاذ محمود السيد بيذكرني برواية My Name is Red لأورهان باموك. ربنا يسر الحال، ولكن يعني مش قريبا، لأن يعني أنا تركيزي على الأدب الكانونيكال، الأدب الكانونيكال ليترشر. كانونيكال ليترشر هو الأدب الذي استقر في وجدان الشعوب جيلا بعد جيل، فهو الأدب يعني الذي صمد ونجح في اختبار الزمن. يعني شكسبير، تشارلز ديكنز في الرواية، توماس هاردي، تي اس إليوت في الشعر، الأعمال التي خلاص انتهينا من انها من مناقشة او من الجدل حول ما اذا كانت تستحق القراءة ام لا. لا، دي اعمال خلاص اسمها كانونيكال، يعني اصبحت ادب مؤسس، يعني لابد ان نقرأه وان نتناوله. الاعمال المعاصرة بقى حتى لو اعمال جيدة، انما يا ترى هتعيش في وجدان القارئ العالمي لفترة قد إيه؟ يعني لم تمر بعد اختبار الزمن. فإن شاء الله يعني من حين لآخر نناقش عمل عصري أو عمل عالمي، يعني لابد أن يكون عالميا ملفتا للنظر حديثا، ولكن التركيز الأكثر على الكانونيكال ليترشر. ماي لايف، شكرا جدا، اللهم أمين، الله يرحم والديك أيضا والدينا جميعا، والرحمة تجوز على الأحياء وأيضا ويعطيهم طول العمر. الأستاذة ندى نبيل بتطلب مسرحية أندروماك لراسين. والله راسين أنا عندي لي ثلاث، هذا الكتاب فيه ثلاث مسرحيات، ومسرحياته كلها مش كلها يعني مسرحياته بشكل أساسي بتعتمد على الأساطير الإغريقية، يعني زي أندروماك وزي البريتانيكوس، فيدرا، أثاليا. الكتاب دوت وبصراحة أنا ما ناقشتوش قبل كده، ولكنه فعلا يستحق المناقشة. كاتب طبعا أكثر من رائع، كاتب مسرحي أكثر من رائع. إن شاء الله نخصص له حلقة فيما بعد، يعني ربنا ييسر الحال. في أيضا الأستاذة رشا وهدان، شكرا على الشرح رائع، كنت حابة تحكي لنا شوية عن تقنية الامبريشنستيك وتأثير الألوان والإضاءة والرسومات على جو الرواية. التعليق ده على رواية إلى المنارة، to the lighthouse لفيرجينيا وولف. والله يعني ده موضوع سيحتاج إلى بحث آخر مني، سيحتاج مني إلى أن أقرأ الرواية مرة أخرى وأدون كل ملاحظاتي وأعمل بحث وأشوف يعني هل ماذا قال الباحثون عن هذا الموضوع الخاص، لأن ده موضوع خاص جدا، ده موضوع بحثي، وسيحتاج مني يعني على الأقل ليومين أو ثلاثة أيام من البحث. وفي النهاية لن يشاهد المحاضرة سواك، لأن هذا موضوع في تفاصيل التفاصيل، هذا موضوع بحثي، ولكنه لن يهم جمهور المتابعين، الناس اللي هي من طلاب الثقافة وليس بالضرورة طلاب الجامعة. فهذا أرى أنه يعني موضوع بحثي خاص بطلاب الجامعة وليس حتى بالطلاب الذين يدرسون الرواية، لأن مش كل الطلاب اللي بيدرسوا الرواية سيهتمون بهذه النقطة تحديدا يعني. إنما أقترح عليك أنك تنزل الرواية بي دي اف، هي موجودة اونلاين، تنزليها بي دي اف وتعملي بحث يعني عن الكي ووردز، اكتب الكي ووردز لكل الكلمات اللي ممكن يعني، وهي فعلا استخدمت الالوان والاضاءة والرسومات يعني بشكل كبير قوي يعني، يعني ستجدين كثيرا من الكلمات اللي هي الكي ووردز اللي ممكن تساعدك في البحث بتاعك
وتقدري من خلالها يعني تشوفي إزاي هي كيف استخدمت الألوان والإضاءة والرسومات لإحداث جو خاص أو إصباغ جو خاص على الرواية. إنما أنا وقتي مش هيسعفني إن أنا أقوم بهذا البحث الخاص. الأستاذ دهيمي شكرا، يريد الإكثار من تقديم الروايات. والله أنا عايز أقلل من تقديم الروايات والأعمال الأدبية، وأكثر من الأعمال أو الحضارات اللي فيها يعني سلسلة تعليمية بشكل. فربنا يسرح، لعلنا بقدم محاضرة أسبوعيا عن عمل أدبي. العمل الأدبي ده قد يكون رواية، قد يكون قصة قصيرة أو مسرحية أو قصيدة شعر. إنما أكثر من عمل واحد، من محاضرة واحدة في الأسبوع هيكون كتير، يعني خاصة إن بقدم سلسلة تعليمية، يعني محاضرتين على الأقل بقدمهم في الأسبوع. شكرا. باقي التعليقات والأسئلة أنا أجبت عليها، فممكن دلوقتي إن شاء الله نبدأ في المحاضرة. وشايف في أستاذ محمد علي، شكرا أستاذ محمد علي. ولؤي، رمضان كريم. رمضان كريم عليكم جميعا يا أستاذ لؤي، رمضان كريم عليكم جميعا. إحنا عندنا في هونج كونج رمضان هيكون يوم الأحد تقريبا، معرفش في البلاد العربية هيكون إمتى، إنما عندنا يوم الأحد. فإن شاء الله رمضان كريم علينا جميعا. نبدأ البث. يا ريت تأكدوا معايا يعني هل البث الصوت سليم، الصورة سليمة، كل شيء تمام، عشان قبل ما نبدأ يعني لو في أي مشكلة في الصوت أو الصورة بتقف أو شيء من هذا القبيل، يا ريت حد يكتب لي في التعليق. المهم ممكن نبدأ المحاضرة على بركة الله. خلوني أحضر لكم هذا PPT. أعتقد المفروض كده تكونوا شايفين هذا PPT. الأستاذ أيوب بيقول هنا أفكار، يا ريت أنا قريت سؤالك كويس إنك وضعته، يا ريت تضع الأسئلة اللي خارج الموضوع، يا ريت خارج حلقة النهارده يعني تضعها في تعليق زي ما أنت عملت كده، أنت حاطط تعليقك على البوست، فده كويس عشان إيه أقراه بعيدا عن الشات بوكس. في الشات بوكس ان شاء الله يعني اصل فكره لازم، لو هقدم حاجه من فكره يعني لازم يكون لها علاقه بالكالتشرال ستادي، الكومبيراتيف كالتشرال ستاديز، بهذه السلسله اللي انا بادئها وبقدم فيها من حين لاخر. انما يعني يعني لو ما فيهاش علاقه بالادب، بالاعمال الادبيه، فيعني هيكون خارج نطاق اهتمامنا او الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، خارج اهتمامات القناه يعني. انما احنا ممكن نتكلم عنه لو وجدت عمل ممكن يدرك في سلسلة الثقافات المقارنة، comparative cultural studies، ثقافات مقارنة، دراسات ثقافية مقارنة إن شاء الله. نبدأ بجين أوستن. جين أوستن زي ما تحدثت في بداية المحاضرة أنها يعني لن نكون مبالغين إن قلنا إنها أهم روائية إنجليزية، فهي أثرت في كل الكاتبات والروائيات الذين جاءوا من بعدها، حتى الروائيات الذين يعني لم يكتبوا بنفس أسلوبها وخرجوا عن طريقتها في الكتابة أيضا تأثروا بها. وقلت في محاضرة جورج إليوت أن جورج إليوت نفسها تأثرت أيضا بجين أوستن وكانت تكتب على مدرستها.
وأن كل من جاء بعد جورج إليوت أيضا تأثروا بجورج إليوت. فجين أوستن من أهم الروائيات الإنجليزيات. وكان في فيديو كنت بدأت في مشاهدته ولكن لم أتم مشاهدته. فيديو إنجليزي يعني تقريبا الجامعة الإنجليزية هي اللي بتنظم هذه المناظرات. بيجيبوا جميلة جدا, بيجيبوا محاضر أو أستاذ في أستاذين يعني في مادة الأدب الإنجليزي, وكل واحد يدافع عن أديب معين. فيعني كان في مناظرة شفتها قبل كده, واحد بيدافع عن شكسبير وواحد بيدافع عن ميلتون, وكانت مناظرة جميلة جدا. في مناظرة بقى يعني لم أكمل مشاهدتها بين أيهما أفضل, جين أوستن ولا إيميلي صاحبة وذرينغ هايتس, إيميلي برونتي, من الأفضل؟ ففي يعني واحدة بتدافع عن برونتي, إيميلي برونتي, وواحد يدافع عن جين أوستن. مناظرة واضح أنها جميلة, يعني لم أكمل مشاهدتها بعد نظرة لضيق الوقت, ولكن يعني ممكن يعني تتفرجوا عليها. ممكن أبقى أسيب لكم الوصلة بتاعتها. إيميلي برونتي طبعا كتبت رواية واحدة فقط هي وذرينغ هايتس, ولكن الرواية يعني أراها من أجمل الروايات الإنجليزية التي كتبت على الأقل في يعني إن لم يكن في تاريخ الأدب الإنجليزي فعلى الأقل في القرن 19. جين أوستن هي الطفلة السادسة زي ما حضراتكم شايفين على الرواية على السكرين. هي الطفلة السادسة وتلقت تعليمها في البيت زي ما حضر الماضية قلت إن في العصر في القرن 19 ده كله كانت الفتيات يعني يتلقين تعليمهن في البيت والأولاد يرسل بهم إلى المدارس. كان يا إما الأب والأم أو الأب أو الأم يعني واحد منهم يكون مسؤولا عن تعليم البنات في البيت, أو يعني يستدعي تيوتر برايفت تيوتر مدرسا خصوصيا إن كان يعني لديه المقدرة المادية. وظلت طوال حياتها بلا زواج, يعني هي ولدت في 1775 وتوفيت في 1817 وظلت بدون زواج, ولكن كانت دائما يعني على علاقة طيبة بأفراد أسرتها, فكانوا يعني لم تكن وحيدة في حياتها. وبدأت تكتب يعني وهي في سن صغيرة في سن التينيجرز وهي عندها يعني 14 15 16 سنة, ولكن هذه الكتابات بتاعتها كانت تحتفظ بها سرا. وحاولت تنشر أول رواية لها ولكن الناشر يعني رفض. كانت رواية حقيقة Pride and Prejudice. Pride and Prejudice كانت كتبتها تحت اسم First Impressions. First Impressions يعني الانطباعات الأولى, لأن رواية Pride and Prejudice يعني هي الفكاهة بتاعتها يعني قائمة على الانطباعات الأولى, وهنتحدث عنها النهاردة إن شاء الله. ولكنها يعني رفضت من الناشر في البداية, فأعادت صياغتها وأعادت كتابتها وقدمتها مرة أخرى تحت اسم Pride and Prejudice, ويعني ونشرت ولاقت طبعا نجاحا كبيرا. بس دي ما كانتش أول بقى, لما عند النشر لم تكن أول رواية تنشر لجين أوستن. أول رواية نشرت لها هي Sense and Sensibility. جين أوستن يعني روائية شهيرة جدا في وقتنا الحاضر, يعني ربما كانت شهيرة في زمانها وشهيرة جدا في وقتنا الحاضر, نظرا لتقريبا كل أعمالها تم تمثيلها سواء أفلام أو مسلسلات عدة مرات.
فستجدون يعني أعمالها دي كلها موجودة، كتير منها موجودين على النت، على يوتيوب يعني كأفلام. وكل اللي نعرفه عن حياتها نعرفه من المراسلات التي كانت بينها وبين أختها الأكبر كاساندرا، فكتبت لها آلاف الرسائل، فكل شيء كن يعني نعرفه عن حياتها جاء من تلك الرسائل. يعني لو أخذنا بمقولة رولاند بارتا اللي قال فيها إن literature is what gets taught، literature is what gets taught، ده اللي أنا في بداية الحلقة قلت عليه canonical literature. الكانونيكال literature هو الأدب اللي بندرسه في المدارس وفي الجامعات، هو ده الأدب اللي بندرسه اللي بيقرر على الطلبة دراسته، هذا بيصبح canonical literature، أي أدب لا غنى عن قراءته. فتعريف الأدب عند بارتا هو الأدب الذي يدرس، الأدب الذي هو ده الأدب الحقيقي، يعني النصوص التي تدرس هي دي الأدب الحقيقي، رغم أن ده يعني تعريف يعني كبير شوية أو يعني لوس مش محكم، يعني أنا أرى أنه ليس محكم، لأن مش بالضرورة أن كل ما يدرس يكون أدب حقيقي أو أدب هام أو أدب، في أحيانا حاجات بتدرس وإنما يعني ربما لا تستحق التدريس، ربما في أعمال تانية أكثر أهمية منها بكتير. جين أوستن يعني تأثرت بالكتاب الذين جاءوا من قبلها، على سبيل المثال فيلدينغ وأيضا ريتشاردسون. فيلدينغ وريتشاردسون، هنري فيلدينغ وسامويل ريتشاردسون، كان أكبر روائيين في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وكان كل واحد منهم له ميزة خاصة، وأنا تحدثت عنهما في محاضرة خاصة يعني عن نشأة الرواية، كان المحاضرة الثانية عن نشأة الرواية، لأن في المحاضرة الأولى تحدثت فيها عن دفو، عن سامويل دفو ورواية وكتابته لرواية روبنسون كروسو، وأيضا عن جاليفرز ترافلز، دول كنت تعرضت لهم في محاضرة واحدة، وأظن المحاضرة اللي بعدها تعرضت لفيلدينغ وريتشاردسون وآخرين، وكل واحد يوم زي ما قلت له صفة أو ميزة خاصة به. يعني فيلدينغ تميز بكتابة الرواية البانورامية والتركيز على الأحداث اليومية، وصف الأحداث اليومية بشكل دقيق جدا، ولذلك رواياته كانت تعد كأنها وثيقة تاريخية لوصف الحياة في عصره. جين أوستن تأثرت به في هذه النقطة، ولذلك أهمية جين أوستن الكبرى هي في أنها وصفت، هي روايتها تعد أفضل روايات وأفضل نص أدبي يصف الفترة المسماة بالريجنسي بيريد. ريجنسي بيريد أو ريجنسي إيرا، دي الفترة التي بدأت من 1809 1811 آسف من 1811 ل 1820، دي الفترة اللي كان فيها الملك جورج الثالث ملك إنجلترا، كان يعني مصابا بخلل في العقل، فأصيب بالجنون يعني تماما، فبدأ من 1811 نابه ابنه في الحكم الأمير جورج الرابع، فمن 1811 ل 1820 هذه الفترة ناب فيها الأمير عن والده في حكم البلاد، ولذلك بتسمى ريجنسي إيرا، لأنه يعني إيه حكم بالإنابة عن والده. الفترة دي نجد أن أعمال جين أوستن نشرت في تلك الفترة طبعا، لأن جين أوستن توفيت في 1817
والريجنسي إيرا بتمتد من 1811 ل 1820. بعدها جورج الرابع أصبح هو الملك الرسمي يعني. فرواياتها تعد وصفا دقيقا لهذه للحياة في تلك الفترة. فهنا تأثير فيلدينغ عليها، هنري فيلدينغ عليها تأثير واضح جدا. فروايات جين أوستن ليست مجرد روايات عاطفية، مجرد قصصها في الغالب بتكون قصص عاطفية عن لبنات في من الميدل يعني اللي هم المستوى المتوسط، يعني المستوى المتوسط في الدخل، المستوى الاقتصادي المتوسط، مش من الأغنياء ولا من الفقراء. في يعني في علاقة حب أو بحث عن زوج، ودايما يعني الرواية تنتهي نهاية سعيدة. فتبدو من الخارج كده قصة عاطفية رومانسية، ولكن في الحقيقة هي لا تكتب هذا النوع من القصص العاطفية اللي بتكون العاطفة هي الغالبة فيها وخلاص يعني. ولذلك النقاد لا يعدونها من بين الكاتبات أو كتاب الحركة الرومانتيكية، لأن هي لها أسلوب خاص بها. حتى رواياتها العاطفية ليست مجرد روايات عاطفية وخلاص، لا، في رسالة من وراء القصة تصف المجتمع وصفا دقيقا. ولذلك هي هنا في هذه النقطة متأثرة بهنري فيلدينغ جدا، ولكنها تفوقت على هنري فيلدينغ وتفوقت على ريتشاردسون. ريتشاردسون أيضا لو تتذكروا رواياته كانت عبارة عن خطابات، يعني هو مؤسس أدب الخطابات. الرواية بيحكيها في شكل خطابات، بتحكى على لسان الفيرست بيرسون، الشخص الأول، يعني واحد البطل هو اللي بيكتب الرسالة، رسالة ورسالة. فالبطل هو السارد، هو الراوي اللي بيحكي القصة، فهو مؤسس هذا النوع من الكتابة الروائية. ولكن وفي العادة المواضيع بتبقى مواضيع عن قصص حب الفتيات والزواج أيضا، وأيضا بيكون وراها يعني وراها رسالة أخلاقية، وكأنه بيوجه رسالة أخلاقية إلى الفتيات المقبلات على الزواج، وألا يقعن في حبائل الأشرار وما إلى ذلك. فنجد إن جين أوستن تأثرت به في الموضوع، إن أيضا رواياتها الستة التي نشرت، أربع روايات نشرت في حياتها، وروايتين نشرتا في 1818 بعد وفاتها بعام posthumously. يعني نجد أنها تأثرت بريتشاردسون من حيث الموضوع، وتأثرت بفيلدينغ من حيث السوشيال مانرز، إن في روايتها كانت تنتقد بعض الحالات السوشيال مانرز بشكل ساخر، وتصور السوشيال مانرز السلوك الاجتماعي السائد، كيف كان الرجل يعامل المرأة في ذلك الوقت عندما يتقابل غريبان، يعني في كيف يعامل أحدهم الآخر وبعضهم البعض يعني. ولكنها تفوقت عليهما في طريقة السرد، وده سنتحدث عنه لما نتكلم عن أسلوبها الخاص بها. ولذلك هي يعني لما بنتكلم عن الحركة الرومانتيكية لازم نخصص جزء خاص كده بها، لأنها لم تتبع الحركة الرومانتيكية يعني كما نعرفها. وفي الحقيقة لما نشرت روايتها، خاصة رواية إما، يعني سير وولتر سكوت اللي قدمت عليه حلقة المحاضرة الأسبوع الماضي، مؤسس الرواية التاريخية، امتدحها كثيرا، وخاصة رواية إما، لأن على الرغم من أن أشهر أعمالها، يعني لو سألت أي واحد ما هي أشهر رواية لجين أوستن هيقول لك على طول Pride and Prejudice،
Pride and Prejudice. ويقول لك بعد كده Sense and Sensibility، خاصة إن الأعمال دي يعني مثلت، هذا يعني هذين العملين خصيصا مثل كفيلم سينمائي ونال نجاحا كبيرا، والبي بي سي أيضا أنتجتهم أكثر من مرة. إنما في الحقيقة على المستوى النقدي أشهر أعمالها وأفضل أعمالها على المستوى النقدي هي رواية إيما. إيما، فالنهاردة إحنا هنركز على Pride and Prejudice وعلى رواية إيما. من الحاجات اللي جعلتها مختلفة عن الحركة الرومانتيكية، كتاب الحركة الرومانتيكية، إن لو تتذكرون إن أنا قلت إن في الحركة الرومانتيكية الشعر، لأن الشعر هو اللي فعلا أخذ نصيب الأسد في الحركة الرومانتيكية، وهو اللي أبرز وقدم الحركة الرومانتيكية بشكل كبير. فقلنا إن الجيل الأول منها كان بليك، ويليام بليك، هو اللي يعني كان الافتتاحية، وجاء من بعده ويليام ووردسورث وكوليريدج، دول كانوا أيضا الجيل الأول للحركة الرومانتيكية. الجيل الثاني بقى جيل الشباب اللي بعده كان لورد بايرون وشيلي وكيتس. نجد إن هم كانوا متأثرين جدا، الخمسة تأثروا جدا وويليام بليك برضه، يعني الستة تأثروا جدا بالثورة الفرنسية والثورة الأمريكية، الحرب الأمريكية، الحرب الأهلية الأمريكية والثورة الأمريكية والاستقلال، وبعد كده انقلبوا عليه. إنما خاصة الثلاثة الشباب بقى، بايرون وشيلي وكيتس، كتبوا عن الثورة الفرنسية وأيدوها بشكل كبير جدا، عكس الجيل اللي قبلهم ويليام وولدسورث وكولريدج، اللي عندما رأى أن الثورة الفرنسية خرجت عن مسارها الطبيعي انعزل، يعني عزل نفسيهما عن الحياة، ولم يعودا من مؤيدي الثورة الفرنسية. جين أوستن بقى اختلفت عن بايرن وشيلي وكيتس في حكاية ومسألة إنها لم تكتب عن أي شيء خارج نطاق إنجلترا، يعني على الرغم من أن يعني لها بعض الأقارب، كان لها أحد الأقارب كان في فرنسا وأعدم في فرنسا، ولها أخ كان مجندا في الحرب ضد فرنسا، ولكن هي لم تكتب أبدا في رواياتها عن أي شيء له علاقة بالثورة الفرنسية، ولم تكتب إلا عن المناخ والمجتمع الإنجليزي. ليس هذا فحسب، بل هي أيضا لم تكتب إلا عن الطبقة التي هي تعرفها جيدا، لا الطبقة المتوسطة، الطبقة المتوسطة من الناس يعني. فكتبت عن المجتمع اللي هي تعرفه كويس جدا، ولذلك أجادت أيما إجادة، يعني أجادت جدا، لأنها بتكتب عن حاجة هي عارفاها، مش بتكتب عن حاجة بعيدة عنها هي لسه هتدرسها وتعرفها عن طريق الكتب أو تعرفها عن طريق السمع، لا، ده بتكتب عن شيء هي تعيشه يوميا وبتشوفه يوميا، عن حياتها هي، عن حياة قريباتها صديقاتها، بتكتب عن المجتمع اللي هي عايشة فيه. فأجادت في تصويره إجادة كاملة، وكانت زي ما بقول هي أفضل وثيقة أدبية تصور الحياة الاجتماعية والسلوك الاجتماعي في الفترة المسمى بالريجنسي إيرا، التي امتدت من 1811 ل 1820، اللي هي الفترة اللي الملك هنري الرابع حكم فيها نيابة عن أبيه الملك هنري الثالث. إنما ولذلك زي يعني كتبت عن daily life experiences، عن تجارب الحياة الشخصية بشكل كبير جدا. ولكن من أكبر الانتقادات التي وجهت إليها إن روايتها، مواضيع روايتها كلها يعني متشابهة، يعني كلها عن فتيات يبحثن عن الزوج المناسب، دائما فتاة تبحث عن الزوج المناسب وتمر بقصة حب، وفي الآخر في نهاية القصة يعني تكون نهاية سعيدة.
وإنما يشفع لها، على الرغم من أن فعلا يعني ده نقد صائب يعني في محله، ولكن يشفع لها أنها فعلا لم تقدم مجرد قصة عاطفية سخيفة سطحية ساذجة، لأ، قدمت قصة من الناحية التقنية الفنية، قصة متماسكة جدا، وهي يعني perfected يعني حسنت من تقنية الكتابة بشكل أكبر من سابقها، من اللي هي تأثرت بيه أكثر من فيلدينج ومن ريتشاردسون. يعني هي حسنت من طريقة من تقنية الكتابة بشكل أكثر منهما يعني. فده يشفع له، ويشفع له أيضا أن فعلا رواياتها كانت تصويرا واقعيا جدا للحياة في عصرها. ورواياتها دائما كان لها مورال مسج، في دائما رسالة أخلاقية في رواياتها، زي بالضبط جورج إليوت. جورج إليوت أيضا رواياتها كانت دائما فيها رسالة أخلاقية، يعني كانت تقدم قصة الحب مش قصة كده، لا، تنتقد العلاقة الغير مسؤولة أو الحرية الغير مسؤولة. هي دايما كانت تعطي البطلة بتاعتها حرية، ولكن حرية مسؤولة، حرية مسؤولة وليست حرية مندفعة. وكانت دائما الهدف عندها هو الزواج، الهدف من قصة الحب هو الزواج، مش مجرد قصة الحب وخلاص يعني. ففي مورال مسج دائما في أعمالها. فده Girls Dilemma in Love and Marriage، ده تقريبا يعني محور الأعمال الروايات اللي هي قدمتها. لو تحدثنا عن رواياتها سريعا، نجد أن أول رواية نشرتها هي رواية Sense and Sensibility. طب في سؤال هنا من الأستاذ شكرون سارة، الأستاذة سارة، في القضايا التي عالجتها وهدفها في الكتابة، هدفها في الكتابة وربحها من أسلوبها الأدبي. يعني أنا لسه تقريبا لسه مخلص الكلام، يعني تقريبا اللي أنا الجزء اللي أنا قلته من شوية قد يكون ردا على سؤالك، يعني إن هي تحدثت عن يعني القضايا اللي عالجتها وهدفها في الكتابة. أنا مش عارف أنا فاهم الكتابة صح ولا لأ يعني، إنما القضايا اللي عالجتها هي إن هي كانت مواضيع روايتها عن زواج الفتاة، البنت تبحث عن زوج مناسب، وبتبحث وإن الزوج الزواج الناجح هو الزواج اللي بيكون قائم على شيئين، أولا يعني حب بين الرجل والمرأة، والحاجة الثانية هو إن الرجل يكون يعني زي ما نقول كده مرتاح ماديا، يكون عنده القدرة المادية على فعلا فتح بيت يعني وعلى الزواج. نجد ان الصفتين دول دائما نلاحظهما في القصص بتاعتها، وان هذا هو الزواج المثالي لديها. فدي المواضيع، هذا هو الموضوع اللي نجده يعني في روايتها واحده بعد الاخرى. أول رواية لها Sense and Sensibility، والرواية ديت يعني Sense and Sensibility العنوان دوت أيضا عنوانا معبرا جدا عن العصر التي كانت فيه، رغم أن العصر التي كانت فيه يعني عصر ما قبل العصر الفيكتوري مباشرة، لأن العصر الفيكتوري بدأ في ثلاثينيات القرن التسعتاشر، يعني 1830 فوق الثلاثين يعني، يعني roughly speaking بنقول عليه 1830 هو منذ بدأت الملكة فيكتوريا في الحكم يعني، وحتى وفاتها في 1901 تقريبا. ف Sense and Sensibility أيضا هذا العنوان يعد تصويرا للقرن التسعتاشر كله،
يعني العنوان سنس اللي هو العقل، وسنسبيليتي المشاعر، الشعور بالشيء اللي هو يعني بترتكن على المشاعر اللي بترتكن على العاطفة، ففي تناقض. ولذلك القصة عبارة عن بنتين أختين يعني، وكل واحدة فيهم بتمثل شيء. يعني واحدة تمثل الكبيرة، الأخت الكبيرة تمثل العقل، والأخت الصغرى تمثل المشاعر والعاطفة، وهذا هيتنقلوا من بيتهم بعد وفاة الأب، ولأن كان الميراث هيروح لأخيهم الغير شقيق، فيذهبوا لمكان آخر، وكل واحدة فيهم ستقع في قصة حب يعني. ولكن في بقى يعني ups and downs، وكل واحدة شخصيتها بتعبر عن طريقة تفاعلها مع قصة الحب دي، وفي النهاية أيضا نهاية سعيدة زي باقي القصص. Pride and Prejudice تاني رواية ليها، ودي يعني أيضا حققت نجاحا كبيرا، Pride and Prejudice، وأيضا سنتحدث عنها بشيء من بالتفصيل الرواية ديت، فيعني نخليها دلوقتي. تالت رواية مانسفيلد بارك، اتعملت فيلم أيضا، فيلم، ودي رواية أيضا معقدة شوية، وقصة الحب اللي فيها أيضا معقدة بشكل ما، ولكنها رواية جميلة جدا أيضا عن الأسرة، أسرة فقيرة جدا، ويعني في أطفال كتير، فالأسرة دي ستعطي طفلة من يعني أحد بناتها يعني كي تعيش مع أحد أقاربها الأغنياء، أسرة قريبة لها من الأغنياء يعني. فهذه البنت اسمها فاني، اسمها فاني برايس. فاني برايس دي بقى ستنشأ في هذه الأسرة الغنية يعني أبناء عمومتها، وستقع في حب ابن عمها، وهو أيضا سيقع في حبها، ولكن يعني في ذلك الوقت كان جائزا زواج، الآن غير جائز يعني، أو يعني مش محبب إن واحد يتجوز بنت عمه أو بنت عمته، ده في الوقت الحالي في أمريكا أو في الثقافة الغربية بشكل عام والثقافة الصينية أيضا، إنما لا في القرن 19 كان عادي جدا. فالمهم يعني لأنهم نشأ معا، فالكل كان ينظر إليهم على أنه أخ وأخت يعني، ولكن وفي واحد تاني غني سيحاول أن يتودد لها ويخطبها، وهي سترفض نظرا لعلاقاته العديدة مع نساء وسمعته الغير طيبة، وفي النهاية يعني ستتزوج من ابن عمها هذا، نهاية سعيدة أيضا. في رواية جميلة مانسفيلد بارك، إما هي أشهر رواية لها من الناحية النقدية، ويعني إما هذه بنت دائما تأخذ انطباعا خاطئا عن الشخص الآخر، ودائما يعني تصدر حكما خاطئا على الشخص الآخر، فدائما تقع يعني في مشاكل. فهي رواية ساتاير، فيها سخرية من سلوكيات الرجال بشكل عام، وإلى أن يعني تتعرف على شخصية، هذه الشخصية، هذا الرجل هو يعني إيه، ستتعلم منه الكثير، وتتعلم منه كيف لا تتسرع في الحكم على الناس، وفي النهاية أيضا يعني ستكون قصة حب بينهما ويتزوجان في النهاية. ده دي في 1816. جين أوستن بقى ماتت في 1817، وفي 1818 نشرت لها روايتان بعد موتها، رواية نورثانجر أبي اللي بتعد رواية جوثيك، رغم إن هي أيضا فيها سخرية من الروايات الجوثيك اللي كانت منتشرة جدا وسائدة جدا في زمانها. فبطلت القصة متيمة، يعني هي بطلت القصة متيمة بقراءة قصص الجوثيك، وتعيش حياتها وكأنها في قصة جوثيك. هي رواية فيها سخرية، ساتاير من القصص الجوثيك اللي كانت منتشرة بشكل يعني كفيفر، يعني كأنها حمى كده منتشرة في العصر في ذلك الوقت. وأيضا رواية بيرسويجن يعني عن أيضا
بنت كانت مخطوبة لواحد وانفصلت عنه بناء على نصيحة صديقتها لها، وبعد 7 سنوات يلتقيان مرة أخرى وستتجدد العلاقة ولكن على شكل آخر ومستوى آخر، وأيضا يعني نهاية سعيدة. دي الست روايات اللي جين أوستن نشر. في بعض الروايات الأخرى يعني قصصات كده، رواية لم تكتمل مثلا، وأيضا نشرت ليدي سوزان لها رواية أيضا نشرت لكنها غير مكتملة، نشرت بعد وفاتها، وبعض القصصات والرسائل التي كتبتها. خلينا نتحدث دلوقتي عن Pride and Prejudice، ناخذ Pride and Prejudice كمثال نتحدث عنه. الرواية بتتحدث عن الفيرست امبريشنز يعني هي Pride and Prejudice، أبطال القصة ده الانطباع اللي أخدوه عن بعضهم البعض في الرواية، يعني كل واحد في بطلة القصة وجدت إن البطل بيتعامل بتعالي، بيتعامل معها بتعالي، فهي بدأت تتعامل معه ببرايد and prejudice. فهو بيمثل أو هي تمثل البرايد وهو يمثل البريجدس، أو الاثنين يمثلان الاثنين، لأن هي أصبحت يتعاملت معه بكبرياء، أيضا لما وجدته بيتعامل معها بكبرياء وبتعالي، وأنها غير جديرة بالرقص معه، كان في حفل راقص يعني، فهي أيضا تبادلت معه نفس الشيء، يعني بدلته الكبرياء بالكبرياء، تعاملت معه بكبرياء، وأصبح بقى في بريجدس تجاهه، بريجلس منها، تحامل منه يعني في بريجلس منها تجاهه هو. فهي الرواية بتتحدث عن الانطباعات الأولى، وهذه كما قلت أول مرة هي تكتبها كانت بعنوان First Impressions، الانطباعات الأولى، كتبتها في 1797 وحاولت نشرها ولكن النشر لم يقبلها. والرواية بتبدأ بقى بهذه الجملة: It is a truth universally acknowledged. يعني إنها حقيقة معترف بها عالميا. That a single man in a position of a good fortune must be in want of a wife. إن أي رجل أعزب يعني له يعني ذا مقدرة مالية جيدة، لديه ثروة مالية، يعني لابد أن يكون في حاجة إلى زوجة. فيعني الرواية من أول جملة كده بتقول لنا الرواية بتتحدث عن إيه، بتتحدث عن قصة حب وعلاقة زواج وتنتهي بزواج يعني وكده. فبتتحدث عن أسرة ميستر أن ميسيس بينيت، لديهما 5 بنات، ولأن ما فيش ولد ليهم، ولذلك فالثروة بتاعتهم ستذهب إلى الولد اللي في الأسرة اللي هو مش من صلبهما، يعني هو الذي يرث كل شيء، لأن في تلك الفترة يعني كانت البنات يعني كنا لا يرثنا شيئا. ولذلك كان بقى هم ميسيس بنت ديت الأم إن هي تزوج يعني بناتها لأشخاص يعني أثرياء. ده كان هو ده محور الرواية، وهي دي المشكلة، يعني المشكلة اللي محتاجة إلى حل. فنجد إن في واحد غني اسمه بنجلي هيجي يسكن في كجار لهما يعني، وسيأتي ومعه يعني في صديق لها اسمه دارسي، وستحدث بقى طبعا ميسيس بنت هتطلب من ميستر بنت انه يروح يرحب بيهم، واللي هو بنجلي دوت اللي هو الغني جدا سياتي ومعه اخواته وزوج اخته ايضا، وايضا صديق له سياتي
ويتضح أنه حتى أكثر ثراء من بنجلي هذا. فتحدث بقى، هيحصل فيه حفل رقص يعني ترحيبا بالجيران الجداد دول، وفي الحفل ده بنجلي سيراقص جين وستنشأ قصة حب بينهما، ولكن دارسي لن يريد أو لم يريد الرقص مع إليزابيث، وهي ستسمعه يقول عنها إنها يعني غير جديرة بالرقص معه، إنها يعني ليست كفءا يعني للرقص معه، فهي ستغضب منه وستتعامل معه بكبرياء وبتحامل بقى، إلى أن يعني في أحداث الرواية ستستمر، والعلاقة ديت هو هيبتدي يلاحظ أن دمها خفيف، الويتي كومنتس اللي بتطلقها من حين إلى آخر، فيبتدي يعني يتعلق بها، خاصة أن هم هيقضوا أسبوع في بيت في الفيلا يعني بتاع مستر بنجلي، بعد ما اعتقد جين هي رجليها يعني انجزعت فقضت بضعة ايام هناك، فهتقوم يعني العلاقة ستتوطد بين الاربع شخصيات دول، بين بنجلي وجين وبين دارسي وإليزابيث. وروايات جين أوستن ما فيش فيها زي ما بقول ما فيش فيها المشاهد العاطفية الساخنة أو أي شيء أبدا، روايات محترمة جدا كلغة وكمشاهد وكحوار وكتطور لأن هي بتنتقد أي علاقة غير مضبوطة، هي بتنتقد، ولذلك في الرواية ديت نجد إن في شخصيتين أو أربع شخصيات، ويكام تزوج بليديا أو هرب مع ليديا مش تزوجها، يعني ليديا دي كانت بنت يعني تسعى للحب فقط يعني وراء الحب فقط، ولذلك هربت مع إلوبت مع ويكام إلوبت with him بدون زواج ولا حاجة. فهي جين أوستن بتستخدم هذا النموذج كنموذج سيء لأي قصة حب، لأنها لا تنتهي بزواج، وهدفها ليس الزواج بل هي هدفها اللعب والحب والعبث والجري وخلاص. فهو كأنه تحذير للفتيات أيضا يعني من أن أي قصة حب لابد أن تكون ملتزمة ومسؤولة ولا يكون فيها أي تجاوزات، وأن الهدف بتاعه هو الزواج، ما فيش زواج يبقى ده لعب يعني لعب وعبث هي لا تشجع عليه جين أوستن. وأيضا ضربت مثلا آخر شخصيتين آخرين كولينز وشارلوت. شارلوت لم تكن تحب كولينز ولكنها تزوجت به سعيا يعني وراء المال لأنه كان ثريا. وأيضا المثالين دول يعني مثالين سيئين جدا على علاقة الحب والزواج. والعلاقة المثلى بقى هي علاقة بنجلي وجين وعلاقة دارسي وإليزابيث. فنجد إن في رسالة أخلاقية وراء الرواية. إيما على سبيل المثال زي ما قلت من شوية إن هي إيما دي دايما تصدر أحكاما خاطئة على الشخصيات اللي بتقابلها في حياتها، وإن قلت إن الرواية هي الماستر بيس بتاعتها من الناحية النقدية. وإيما دي كانت البنت للرجل اسمه وودهاوس، وودهاوس من الشخصيات السطحية جدا، يعني نجد في روايات جين أوستن إن هي بتركز على أبطال القصة، إنما الشخصيات السطحية الأخرى ما بتركزش عليهم لا في الوصف ولا في الحوار بشكل أساسي. فالأب وودهاوس يعتبر من الشخصيات السطحية في الرواية اللي ما كانش فيه تركيز عليها. إما بقى هتقابل شخصية أخرى مستر نايتلي، وده اللي يعني سيعلمها أو ستتعلم منها ألا تتسرع في الحكم على الناس. والقصة بقى يعني نقدر نقسمها لثلاث أقسام
يعني مثلا في قسم منها واحد اسمه مستر إلتون سيقع في حبها، ولكنها هي لن يعني لن تكتشف هذا مباشرة، وسترفض هذا الحب يعني. وشخصية أخرى اسمه مستر فرانك تشيرشل، ده هي بقى العكس، هي التي ستظن أنها يعني تحبه، ولكن أيضا تكتشف بعد ذلك أن هذا، ولن يحدث شيء، يعني لن يحدث أي شيء في العلاقة ولا تطور في العلاقة، ولكنها ستكتشف أنها كانت على خطأ. فنجد إن روايات جين أوستن، الأبطال أو بطلات جين أوستن دايما في حالة محاولة معرفة الذات، يعني story of a girl's journey toward self-knowledge، دايما وكأنها في كل قصصها البطلة بتحاول أن تكتشف ذاتها، ليس عن طريق مغامرات ساذجة ومغامرات عبثية زي ما نجدها في قصص أخرى، ولكن عن طريق علاقتها بالناس اللي حواليها. يعني إما لم يحدث علاقة بينها، لا بين مستر بينها وبين مستر إلتون، أو بينها وبين مستر فرانك تشيرشل، ولكن هي من خلال علاقاتها بالناس اللي من حولها بتبتدي تعرف نفسها، وبتعرف يعني لمن هي تميل من الناحية العاطفية. وطبعا ستنشأ بقى علاقة حب بينها وبين مستر نايتلي، وأيضا تتوج بالزواج. وجين أوستن في حاجة هنا بتميزها في الكتابة، إن هي بتنتقل في السرد ما بين الشخصية الرئيسية، هي بتكتب أولا من الثيرد بيرسون، يعني بتوصف الشخصيات بتاعتها، مش الفيرست بيرسون. وأحيانا هي بقى بتتحدث كساردة، هي كالناريتر، هي اللي بتحكي القصة. أحيانا بتتدخل عشان يعني تو كوندم سيرتن، يعني ان هي تندد مثلا او تشجب شيء معين، او تمتدح سلوك معين، او تعقب على شيء معين كي تساعد القارئ في فهم ما يحدث او في توجيهه يعني. وتعود للسرد تحكي على الشخصية الرئيسية مرة أخرى، فكانت دايما تدخل جوه الشخصية، تصفها من خارجيا وداخليا، ايضا داخليا مش بطريقه الستريم اوف كونشسنس، لا مش بالطريقه دي، انما بتصف ما يحدث خارجيا وما يبدو ايضا خارجيا على ملامح البطله، وبالتالي تنبئنا عما تشعر به البطله من الناحيه الداخليه، من ناحية ان كانت سعيده، إن كانت حزينة، إن كانت غاضبة. فهي أجادت في هذا التنقل في الوصف الداخلي والوصف الخارجي، وفي الانتقال بين الحديث عن الشخصية، وبعد كده تتكلم على لسانها هي كأوثر، ككاتبة. وزي ما قلنا هي أيضا رواية satirical novel about social manners، يعني رواية ساخرة عن السلوكيات الاجتماعية، وانتقدت فيها أيضا عبثية سلوكيات الرجل، disclosing man's absurdities، عبثية الرجل في المجتمع في ذلك الوقت يعني. فلو قلنا إن في الرواية دي يعني هي بتتحدث عن محاولة إقامة توازن بين الراشناليتي والإيموشن، بين العقلانية والعاطفة، سنجد أن هذه الرسالة أو هذا الهدف ليس فقط في رواية إما، سنجده في كل رواياتها، هي فعلا في كل رواياتها بتتحدث عن هذه أو عن هذا التوازن بين العقل وبين العاطفة، sense and sensibility، نجد في كل رواياتها في دايما توازن بين العقل وبين العاطفة، ودعوة أو تحذير من العلاقات الغير مسؤولة، ودعوة إلى الزواج يعني، هي وإن الزواج الناجح هو الزواج الذي يقوم على حب، والزواج الذي يقوم على إن الزوج فيه يكون لديه قدرة مالية على يعني على الإنفاق على زوجته وعلى أسرته.
لو اتكلمنا بقى على الناحية النقدية، يعني زي ما قلت سير وولتر سكوت امتدح كتابتها، خاصة رواية إيما، يعني أشاد بها. وفي بقى يعني في كتاب اسمه The Rise of the Novel اللي كتبه يان وات. The Rise، لما نقول The Rise of the Novel يعني بنتكلم عن سامويل ديفو، عن جوناثان سويفت. سامويل ديفو صاحب روبنسون كروسو، جوناثان سويفت صاحب جاليفرز ترافلز. ده في النصف الأول من القرن التاسع عشر، الثامن عشر آسف، النصف الأول من القرن الثامن عشر، لأن روبنسون كروسو نشرت في 1719 وجاليفرز ترافلز نشرت في 1726، فيعني القرن الثامن عشر، النصف الأول من القرن الثامن عشر، دي كانت بداية الرواية. إنما النصف الثاني من القرن الثامن عشر شهدت بقى ازدهار الرواية، يعني البداية الحقيقية وازدهار الرواية كان في النصف الثاني من الثامن عشر، من القرن الثامن عشر، على يد هنري فيلدينغ وسامويل ريتشاردسون. فالرواية بتتعرض لهؤلاء الكتاب، لأن دي The Rise of the Novel، بنشأة فن الرواية. ولكن هو أيضا يان وات تحدث عن جين أوستن، يعني كتب جزء كبير، يعني يكاد يكون نصف فصل تقريبا عن جين أوستن وتقنياتها في الرواية. فين الكتاب اللي كان معايا؟ كان حطيته يعني في الكتاب تقريبا شلته. المهم يعني يان وات ذكر ان اشار الى جين أوستن، واشار الى هي هير تكنيكال جينيوس، عبقريتها الفنية التقنية في الكتابة. هذه العبقرية جعلتها تتخطى الكتاب السابقين عليها اللي هم هنري فيلدينغ وسامويل ريتشاردسون اللي هي تأثرت بيهم. فده أشار إليه جيمس تومسون في فصل له عن جين أوستن في كتاب كولومبيا هيستوري اوف ذا بريتش نوفل، اللي هو هذا الكتاب، يعني شلته مش عاوز اجيبه تاني بقى، انما أشار إليه في هذا الكتاب. وإنما هذا The Rise of the Novel ده تجدونه PDF، أنا الكتاب ده مش عندي نسخة ورقية، إنما وجدته PDF، فتجدون هذا الكتاب PDF، ادخلوا اكتبوا على جوجل The Rise of the Novel يان وات PDF، وستجدون عدة نسخ ممكن تنزلوها لو تحبوا تقرأوا عن الموضوع دوت يعني. فهو كتب بقى، أنا حتى عملت سكرين شوتس لهذه الأجزاء للطلبة اللي عايزين يعني يكتبوا في حاجة لكتابة بحث عن جين أوستن، هذه الفقرات ستفيدهم جدا جدا جدا. ولذلك أنا أدي ده المرجع الأكاديمي، لو حد عاوز ياخد المراجع دي ستجدون هذه الفقرة With her technical genius Austin finally got it right. ده منشور في كتاب جيمس تومسون، هذا الكتاب الأخضر الذي لدي، هذا الكتاب ده مش موجود. أمال أنا شلته فين؟ لا مش موجود، أنا مش شايله هنا. أمال أنا شلته فين؟ أنا نسيته والله، كتاب راح فين؟ أنا ظاهر وضعته في مكان تاني، أنا مش عارف. لا ده أنا شايل ده هو هذا الكتاب، صحيح هو هذا الكتاب، هذا الكتاب مش عاوز أشيله بقى عشان ما بهدلش الدنيا تاني. إنما هذا الكتاب فيه فصل اسمه جين أوستن لجيمس تومسون، واسم الكتاب The Columbia History of the British Novel. وهذا الكتاب الـ PDF The Rise of the Novel تجدونه على النت، وعليه اقتباسات كتيرة بقى. أنا عملت لكم سكرين شوتس اللي عايز يكتب بحث، سيجدون يعني هذا السكرين شوتس مهمة جدا. يعني هو بيقول ان جين أوستن، مش لازم اقرا طبعا كل شيء، انا اتكلمت قد ايه؟ فوق الساعه، طيب نحاول نشهل يعني. يعني هو بيقول ان جين أوستن يعني اخذت من فيلدينغ، من هنري فيلدينغ، اسلوبه في الروايه، ان هي ما بتبقاش في السرد، يعني ان هي بتبقى ديتاتشت من الشخصيات، يعني ما هي بتصف فقط اللي بيحصل،
بتصف اللي بيحصل. إنما هي بقى من حين لآخر هي أدخلت نفسها زي ما قلت في رواية إيما، كانت بتنتقل ما بين السرد كهي كروائية وبين الحكي عن الشخصية. فهي كروائية أحيانا كانت تعقب على المشهد اللي بتصفه. وريتشاردسون زي ما قلت هو مؤسس فن الرواية المكتوبة بالرسائل، رواية الرسائل. وماري شيلي تأثرت بهذا النوع من الكتابة وكتبت رواية فرانكنشتاين واللي عمل عليها حلقة عن طريق الرسائل يعني. إنما جين أوستن طرحت كل هذا جانبا، يعني هي لم تكتب رواية عن طريق رسائل ولم تستخدم حتى الفيرست بيرسون، رواياتها كلها دائما مكتوبة بالثيرد بيرسون، الضمير الثالث، هي بتصف فلان و هي وهو، ضمير الثالث ثيرد بيرسون، هي ده الضمير المستخدم يعني. وهي زي ما قلت هي تخطط كلا من فيلدينغ وريتشاردسون في تقنية الكتابة. She told her stories after Fielding's manner. بنفس طريقة فيلدينغ كتبت as a confessed author. كروائية هي أحيانا بقى بتتدخل وبتصف بعض أو بتلقي بعض التعليقات على الأحداث. Jane Austen's variant of the commenting narrator, however, was so much more discreet that it did not substantially affect the authenticity of her narrative. كانت إنما هي لما كانت بتتحدث كروائية في السرد يعني كانت بتعملها بشكل يعني سطل، بشكل ريفايند، بحيث ما يحسسش القارئ بأنه في شيء، في نقلة غريبة، نقلة غير مرحب بها يعني. كانت مور ديسكريت، كانت حريصة بشكل أكثر في الانتقال بين بين السرد والحكي عن الشخصية وبينها هي كروائية. Her analysis of her characters and their states of mind and her ironical juxtapositions of motive and situation are as pointed as anything in Fielding, but they do not seem to come from an intrusive author, but rather from some august and impersonal spirit of social and psychological understanding. فهي يعني أيضا في هذا النقد يعني لما كانت بتنتقد شيء وهي على لسانها هي كأوثر، لم يكن يبدو كأنه بيحدث من أوثر انتروسيف، داخل كده متدخل متطفل يعني كده على الحدث، ولكن هي عاملها بشكل سطل، بشكل سطل، بشكل القارئ ما يحسش فيه بأن هي كقارئة ككاتبة بتفرض نفسها عليه، فبتعمله بشكل impersonal، في impersonal spirit of social and psychological understanding. وأيضا يعني لم تتبع طريق الدفو وريتشاردسون psychological, there is psychological closeness to the subjective world of the character. In her novels, there is usually one character whose consciousness is tacitly accorded a privileged status and whose mental life is rendered more completely than that of the other characters. وكانت بتركز على شخصية، الشخصية البطلة الأهم، والشخصيات السطحية الأخرى ما بيكونش في تركيز عليها. وبيضرب أمثلة بقى في Pride and Prejudice، يعني مش عايز أقرأ كل الكلام دوت، إنما يعني for example the story is told substantially from the point of view of Elizabeth Bennet the heroine, but the identification is always qualified by the author role of the narrator acting as this passionate analyst. رغم إن القصة يعني متركزة على البطلة اللي هي إليزابيث بينيت، وبتعرض الفيوز من وجهة نظرها هي، ولكن دائما بنبقى عارفين إن الأوثر وراء هذا العرض وهذه وجهة النظر هذه، ولكن بطريقة
dispassionate، يعني مش بطريقة عاطفية واضحة جدا وكأنها رواية didactic. لا، جين أوستن يعني لما كانت بتصف شيء هي بتنتقده كانت بتصفه بشيء ساخر، ولكن ليس بطريقة تعليمية didactic إن هذا صحيح هذا خطأ، مش بهذا الشكل يعني. ولذلك كانت بتنتقل في السرد بين الكاركتر وبين الأوثر بشكل سطل جدا، يعني بشكل فني. نفس الشيء، the same strategy as regarded point of view is employed with supreme brilliance in Emma. نفس هذه التقنية استخدمتها بشكل رائع جدا في رواية إيما. A novel which combines Fielding's characteristic strength in conveying the sense of society as a whole with something of Henry James' capacity for locating essential structural continuity. يعني في تقنيتها كانت بتجمع بين تقنية Fielding في وصف المجتمع ككل وبين تقنية أيضا هنري جيمس الكاتب الأمريكي الرواية الأمريكي. For locating the essential structural continuity of his novel in the reader's growing awareness of the full complex of the full complexity of the personality and situation and character and the situation of the character through whom the story is mainly told. The unfolding of Emma Woodhouse's inner being as much of the drama of progressive revelation with which James presents ميزي رواية أخرى له يعني. فهو بيقول إن في ال يعني يان واتس بيقول إن جين أوستن هي أتقنت وطورت من تقنية الرواية، وإن روايتها يعني نقدر نقول هي الرواية الحديثة كما نفهمها، وهي أسست فعلا في لأسلوب كتابي جديد، ليس مجرد أسلوب قصة عاطفية رومانسية فحسب، ولكن هي جمعت ما بين أسلوب هنري فيلدينج اللي كان بيصف الحياة اليومية بشكل متقن، وبين المواضيع اللي ريتشاردسون يعني ركز عليها، هي مواضيع الحب الذي ينتهي بزواج وبيكون في رسالة أخلاقية، هي جمعت ما بين الاثنين دول ولكن بتقنية كتابية أعلى مستوى منهم هما الاثنين. أنا هسيب السكرين شوتس ديت للطلبة بقى اللي إيه يحبوا يقروا كل ده بالتفصيل، أنا مش عايز أقرأ كل ده بالتفصيل عشان ما نطولش عليكم، أنا بقى دلوقتي الساعة فوق الساعة. خلونا نقرأ وأدي السكرين شوتس، خليني أخلص الأول سكرين شوتس دي أوريها لكم عشان اللي يحب يقرأ بقى ويعمل بحث يعمل بوز للسكرين وينقل براحته يكتب براحته. فده خلاص كده اعتقد كده انتهينا من اللي انا عايز اقوله. اوكي، ادي الصفحة كاملة اظهرها لكم من البداية لان هي وادي المصدر، ادي هذا هو المصدر كاملا لمن يريد الأخذ منه، ممكن بقى يقرأون براحته. نشوف هنا في أسئلة إيه. الأستاذة زهراء بتقول قلت إن أوستن انتقدت لأن أكثر تركيزها مواضيع على العلاقات والزواج، إذن ما الشيء الذي يجعل جين أوستن مميزة في عصرها؟ السؤال مهم جدا، ويعني زي ما قلت هي الشيء اللي بيجعلها مميزة جدا في عصرها أنها روايتها هي أفضل وثيقة أدبية تعبر عن الحياة اليومية وعن السلوكيات الاجتماعية في الفترة المسمى بالريجنسي إيرا من 1811 ل 1820. فهي روايتها وثيقة اجتماعية، وثيقة تاريخية كمان، مش أدبية فقط، هي وثيقة تاريخية بتظهر لنا كيف كانت الحياة، خاصة حياة الفتيات اللي هم من الطبقة المتوسطة،
في ذلك العصر وفي ذلك الوقت. يعني كان زي روايات نجيب محفوظ لما بنقرأها وبنعرف مصر القديمة كان شكلها ازاي، ومن ناحية الاجتماعية الناس كانت بتتكلم ازاي، بتفكر ازاي، عايشة ازاي. فجين أوستن عملت نفس الشيء في تلك الفترة، يعني رغم ان روايتها، يعني اول رواية نشرت في 1811 ونشرت اربع روايات فقط، والروايتين تانين بعد نشرتها بعد وفاتها في 1818. انما الروايات الست يعني تركت اثرا كبيرا واعطت، رسمت صورة دقيقة وواضحة للحياة في عصرها. الأستاذ بلال خميس: رمضان كريم. رمضان كريم عليكم جميعا، الله أكرم وكل عام وأنتم بخير جميعا. أستاذ زهراء أيضا: A Critical History of English Poetry Herbert Grierson J.C. Smith. ماله الكتاب ده؟ أستاذ هل تعتمد على هذا الكتاب أيضا في تقديم محاضرات؟ لا، الكتاب ده مش عندي والله. عندي هذه الكتب اللي أنا بعتمد عليها. أنا حتى الكتب اللي ورايا ديت كان مكانها هنا، ولذلك إنما جبتها حطها وراها عشان دي اللي بعتمد عليها. والكتب دي كلها، كل دي كتب نقدية في الأدب الإنجليزي والأدب الأمريكي وتاريخ الأدب يعني. والكتب طبعا اللي معايا دوت، يعني هذا أيضا أوكسفورد هيستوري، دي الكتب اللي أنا بعتمد عليها. دي كنت مش عارف تبين في الصورة لا، ولكن كولومبيا هيستوري اوف امريكان بوتري، كولومبيا هيستوري اوف بريتش بوتري، والنوفلز ايضا، وكتب ايضا بقى نقدية كتيرة جدا. ما عنديش هذا الكتاب اللي انت ذكرتيه، يعني كريتيكال هيستوري اوف انجليش بوتري، انما ده مركز على البوتري فقط. الأستاذة سارة بتقول: هل يوجد كتاب انتقدوا أسلوبها أو تدقيقها على المرأة؟ في، ما هو النقد أيضا لما انتقدوا مواضعها، ولأن مواضعها على المرأة، فالناس اللي انتقدوها، يعني الناس اللي انتقدوها انتقدوها لأن مواضعها على المرأة، وإن مواضعها على يعني موضوع واحد، المرأة أو الفتاة الشابة التي تبحث عن زوج، والزواج المناسب، ما هو الزواج المناسب يعني. فهم انتقدوا فيها تشابه مواضيعها وتشابه شخصياتها. في الناس اللي انتقدوها في هذا الأسلوب، وان الأسلوب يعني أسلوب امرأة في الكتابة. ولكن في كتير دفعوا عنها، زي ما انا قلت ان رواياتها تعد يعني صوره دقيقه للحياه في عصرها. انما يعني من ناحيه الاسلوب، احنا نجد مثلا ان جورج إليوت اسلوبها الادبي قد يكون اقوى منها، انما ده يعني هي جورج إليوت عامله كده عمدا، زي ما انا قلت في المحاضره اللي قدمتها على جورج إليوت. هي كانت جورج إليوت كانت تريد ان تكتب كما يكتب الرجل، لا كما تكتب المراه، اجتهدت بقى في هذا، لا كما تكتب المراه، فهي اجتهدت في هذا، فكانت تحاول ان تكتب كرجل. وحتى ان هي يعني هي كان اسمها ماريان، ماري ان، ومرة كتبتها ماريان ومرة ماري آن ومرة الآن بإي ومرة بدون إي، ولكنها استخدمت اسم جورج إليوت في الكتابة. جين أوستن أسلوبها قد يكون أسلوب بسيط في الكتابة في اللغة. يعني أنا بصراحة الكاتبة المفضلة عندي هي إيميلي برونتي. عائلة برونتي دي، الأخوات برونتي بصراحة بالنسبة لي يعني هم أفضل كاتبات أنا أفضلهم بالنسبة لي. يعني إيميلي برونتي دي أيضا شاعر، أنا عندي أعمالها الشعرية الكاملة، شعر ولا أجمل ولا أبدع، إيه الجمال ده؟ يعني أسرة حاجة عجيبة.
شارلوت برونتي ولدت في 1816، دي الكبرى، وإيميلي برونتي ولدت في 1816 بعدها بسنتين، وآن برونتي ولدت في 1820 بعدها بسنتين، وليهم أخ أكبر من إيميلي بسنة وأصغر من شارلوت بسنة، يعني ولد في 1817 اسمه برانويل، وكان فنانا، كان رسام. عائلة عجيبة يعني، وكلهم ماتوا بنفس التوبركلوسيس، السل الرئوي، واحدة وراء الأخرى. يعني إيميلي ماتت أول واحدة، ماتت فيهم في 1800، ماتت وعندها 30 سنة تقريبا، 1848، ولدت في 1818 وماتت في 1848، وكانت شاعرة لا أعمالها فعلا شعرية جميلة جدا، يعني first class، ولم تكتب إلا رواية واحدة لأنها ماتت وعندها 30 سنة. وفي نفس العام آن الصغرى أيضا ماتت، آن اللي ولد بعدها بعام في سنة 49، وبران والأخوهم أيضا مات في 48 في 49 تقريبا، في 49، يعني سنة 48 و 49 1848 و 49 أختين وأخ ماتوا، وتشارل برونتي ماتت في 1855. إنما كلهم كانوا، هو رسام والثلاثة كنا روائيات مجيدات جدا وشاعرات أيضا. ورواية وذرينغ هايتس دي بصراحة رواية رائعة، نعمل محاضرة عليها، وليس فيها بقى الكتابة كتابة قصة حب وسذاجة وكلام فارغ، لا، رواية فيها فعلا بناء شخصية، وفيها تصاعد أحداث، وفيها انتقام، وفيها هيثكليف دوت المنتقم. فأنا بالنسبة لي يعني أنا بفضل الأخوات برونتي ثلاثة، جين إير أيضا لتشارلوت برونتي حاجة هايلة، إنما طبعا مش هذا أقل من جين أوستن. جين أوستن لها مكانها المحجوز ومفيش خلاف عليه. لو في أي سؤال اتفضلوا اسألوه دلوقتي، يعني أنا هفضل معكم على الخط شوية كده، لو في أي سؤال تحبوا تسألوه فاتفضلوا اسألوا، ولو ما فيش نبقى نقول رمضان كريم. وإن في شهر رمضان بقى يعني ربما أتوقف عن البث المباشر، مش عارف البث المباشر ده هيناسبني ولا لأ في رمضان، لأن الساعة دلوقتي عندي ببدأ البث 2 صباحا على فكرة، يعني الساعة عندي دلوقتي 3:27 دقيقة AM، يعني لو في أثناء المباشر في مرة لقيتوني نعسان كده وتايه مش مركز، يعرفوا إن أنا ببقى صاحي من النوم، بنام بدري بعد العشاء على طول، أنام لي شوية وأصحى على واحدة وأجهز نفسي، فلو لقيتوني في مرة في البث المباشر مش مركز بيبقى لهذا السبب، يعني الواحد يعني إيه لسه ما فاقشي. لو في اي سؤال اتفضلوا اكتبوه وسيبوه على في الشات بوكس وانا ارد عليه حالا. في خلال رمضان ان شاء الله هحاول بقدر الامكان اني انتهي من تاريخ الادب الانجليزي، او على الاقل ان لم استطع الانتهاء منه فاكون على الأقل انتهيت من العصر الفيكتوري، لأن العصر الفيكتوري ده لوحده ده شغلانة. العصر الفيكتوري أنا كده انتهيت من الحركة الرومانتيكية. العصر الفيكتوري ده المحاضرة القادمة سنبدأ في العصر الفيكتوري، وأنا عارف إن الأستاذة زهراء كانت طلبت إن أتكلم عن البري رافائيلايت بويتري، فهنبدأ العصر الفيكتوري برغم ان مش دي حركة بدأت في 1848، يعني ما ينفعش نبدأ بيها مباشرة، بس يعني ممكن نبدأ الحضرة القادمة مقدمة عن العصر الفيكتوري وتميز بإيه، ونشوف هناخد قد إيه، يعني ممكن احتاج نص ساعة مثلا، وممكن نتكلم أيضا عن البري رافائيلايت بويتري، لا علاقة بالنسوية، هل أوستن وروايتها
وروايتها Pride and Prejudice لها علاقة بالنسوية؟ والله النسوية كحركة بدأت بعد ذلك، يعني في عصر جين أوستن الفيمينيزم ككلمة وكحركة يعني ما كانتش هي الموجودة، ما كانتش موجودة يعني. إنما لو بتتكلمي بقى على مش هنقول بقى نسوية دي، لأن لما بتقولي نسوية يعني فيمينيزم، يعني ترجمها للإنجليزي يعني فيمينيزم. إن لا، الفيمينيزم كهذه الحركة الأدبية أو النقدية، الحركة النقدية لا، بدأت فيما بعد واشتدت بقى في القرن العشرين. يعني لما تقولي نسوية يبقى أفضل بقى تقرنيها بفيرجينيا وولف، يقرنيها بقى بفيرجينيا وولف وما بعد فيرجينيا وولف. إنما لحد وفاة جورج إليوت في 1880 تقريبا، لحد وفاة 1880 لا، كانت نجد حتى تلاحظوا إن البطلات في رواياتهم، روايات تشارلوت برونتي وروايات جين أوستن وروايات جورج إليوت، كانت دائما البطلة ملتزمة. و حتى يعني كاتبة زي جورج إليوت حياتها كانت غير ملتزمة على الإطلاق، إنما بطلات قصصها كنا ملتزمات. بعد وفاة بقى جورج إليوت وبعد ظهور فيرجينيا وولف والقرن العشرين بقى وما جاء به من نظريات عديدة وأفونغارد ثيوريز تحررية، الأمور تغيرت واختلفت وطريقة الكتابة اختلفت وبدأوا يكتبوا بالستريم اوف كونشيسنس. ويعني جين أوستن بقى في روايتها برايد اند بريجوديس، وغير روايتها مش برايد اند بريجوديس فقط، روايتها الباقي، انت بقى ممكن وانت بتحلل الروايات دي تستخدمي نظرية الفيمينيزم في تحليل الرواية. انما جين أوستن وهي بتكتب الرواية ما فيش في دماغها بقى لا فيمينيزم ولا غير فيمينيزم، ده هي بتكتب عن البنات اللي عايزة تتجوز. يعني مش البنات بقى اللي بتبحث عن حرية والوجودية والاستقلالية والفردية والذاتية والكلمات دي اللي بدأت في القرن العشرين يعني، لا يعني. إنما هي كانت بتتحدث عن البطلة اللي بتحاول فهم نفسها، يعني بتحاول أن تعرف نفسها وتفهم نفسها وتفهم شخصيتها، ولكن من خلال علاقات محترمة في البيئة، في بيئة اجتماعية محترمة رصينة ملتزمة فيها تقاليد، مجرد محاولة التعرف على الذات ومعرفة الذات، وفي نفس الوقت أيضا الهدف هو إقامة علاقة أسرية سليمة مبنية على الزواج الطبيعي. فإن شاء الله يا أستاذة زهرة أنا فاكر طلبك، فإن شاء الله ما كنتش اتأخرت عليك، إنما إحنا كده انتهينا من الحركة الرومانتيكية، نبدأ بقى في العصر الفيكتوري. هتحدث المحاضرة القادمة عن العصر الفيكتوري بشكل عام عشان نفهم إيه العصر الفيكتوري ده وإيه اللي تميز بيه، وهنتكلم أيضا يا المحاضرة الجاية يا اللي بعدها، أو أخصص محاضرة خاصة عن البري رافائيلايتس بويتري إن شاء الله. طيب لو ما فيش أسئلة ننتهي ويعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن شاء الله يعني أراكم على خير، ورمضان كريم، رمضان كريم عليكم وعلينا جميعا، وإن شاء الله نراكم على خير دائما يا رب. ولو في أي أسئلة اتركها لي وسأرد، سأكون سعيدا بالرد عليها دائما. ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.